أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
الْغَيْبِ